الفنان القدير شرف الجزائر. التكريم هذا يشرفني ويعزني، ولذا إذا سمحتوا لي هذا التكريم هذا أنا مدبيا نود للجمهور الجزائري. هذا التكريم الرمزي لقامات من قامات الفن الجزائري في الحقيقة هي بداية إن شاء الله في هذه الجزائر الجديدة. سنركز العمل ليس فحسب على من الاقتصاد والقضايا اليومية للمواطن، لكن نكرس كذلك هذا البعد الثقافي وهذا التراث لشعبنا ولبلدنا. فلذلك إن شاء الله بقرار من سيد رئيس الجمهورية ففي مناسبة ذكرى أول نوفمبر إن شاء الله سيقوم حفل كبير بمناسبة هذا اليوم التاريخي لتكريم كل المثقفين والعلماء الجزائريين.